تحليل أحداث مسلسل تل أريح. وقبل أن أبدأ الفيديو فضلا منكم لا تنسوا التشجيع باللايك والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد. سألت زينب خليل ما إذا كان قد اتصل بليلى عبر الهاتف، ولهذا سيدرك خليل أن زينب كانت تغار عليه وتكون له مشاعر، ولهذا سيبدأ من جديد خليل باختبار زينب لكي يتأكد من مشاعرها. سوف يترك خليل في ذهن زينب أسئلة من دون الإجابة عليها، وسوف يتجهز خليل للذهاب إلى مكان وحده. ألبير سيقول أنه سيذهب من أجل رؤية أرض لشرائها مع زينب وكذلك خليل، ولكن خليل سيقول أنه لن يأتي مع ألبير وزينب، ولأنه سيذهب قبل إلى موعد. زينب سوف تنزعج عندما ترى أن خليل يرتدي قميص لأجل ذلك الموعد. خليل حصل على ما يريده من زينب، وسوف تفكر تماما كما أراد هو، وسوف تعتقد زينب أن موعد خليل كان مع ليلى. وبالمناسبة موضوع الغيرة أصبح ممل بعض الشيء، نتمنى ألا يطول أكثر من هذا وأن يعترفان خليل وزينب بحبهم لبعض، وسنشاهد خليل بعد ذلك يلحق بهم وسيسألان ألبير وزينب على موعد خليل انتهى بسرعة. لماذا؟ زينب لن تستطيع الصمت وستسأل هل كان الموعد على ما يرام؟ سيقول خليل أنه كان بشكل ممتع للغاية حتى تزيد من غيرتها. وخلال حديثهم معا ألبير سيعلم ويتأكد أنهم يحبان بعضهما البعض أكثر. لاحقا خليل سيريد أخذ زينب معه بالسيارة، ولكن زينب لن تذهب معه وترد له الضربة مع ألبير، لكن ألبير يعرف جيدا أن زينب نقطة ضعف خليل وسوف يحاول الانتقام منه بإدخال الشك والغضب أكثر ويسأله هل لديها شخص آخر في حياتها، ولكن هو يعلم جيدا أنهم يحبان بعضهم البعض. وخليل سيبدأ يعتقد أن هناك شيئا بين ألبير وزينب، وسيبدأ هنا خليل بأن يفكر كيف يبعد ألبير عن زينب وعن القصر، وألبير كذلك سيبدأ يتحرك بالانتقام من خليل باستخدام زينب وبمساعدة سنغول. أما عن سؤال زينب لخليل وغضبها وهي تمسك بقميصه، أعتقد فقط مجرد خيال من زينب. وكان هذا هو الفيديو، فضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد.